أخوتي الأحباء اللي موجودين بهالكنيسة المباركة، وأخوتي اللي عم بتشوفونا عبر وسائل الإعلام بالعالم كله سوا. اليوم أكيد إنه رسالة جديدة عم يعطينا إياها الرب يسوع، ومن خلال هالرسالة هيدي عم يعطينا إذا بدكن نبوة لحياتنا المسيحية، يلي عم بيقلنا فيها إنه رح بيسلموكن للمجالس وللمجامع، ورح بيضربوكن، ورح بيوقفوكن قدام الولاة من أجل اسمي ومن أجل الشهادة لإسمي. أكيد لأنه البشارة يلي بشرها يسوع المسيح والكلام يلي أطلقه الرب يسوع ما كان بيشبه العالم. هو يلي عمل قلبي على المقاييس كلها سوا، على تفكير الناس كله سوا، على الطريقة يلي كانوا بيفكروا فيها. هو يلي رفض مبدأ العين بالعين والسن بالسن، ومحل هالمبدأ هيدا حط مبدأ المحبة الشاملة، هالمحبة الشاملة يلي ما إلى حدود، ما إلى لون، ما إلى عرق. هو يلي قال من طلب ثوبك أعطه رداءك، من سخر ميل امشي معه ميلين. هو يلي قالنا حبوا أعدائكم. أكيد هالتعليم هيدا يلي أطلقه الرب يسوع هو تعليم جديد بالنسبة للبشر وبالنسبة للناس يلي كانوا عايشين بهداك الوقت، وخاصة بالنسبة للفريسيين. انطلاقا من هون يسوع كان عم بيحذر تلاميذه وعم بيقول لهم، هو اللي قال لهم أنتم لستم من هذا العالم لكن أنا أقمتكم في هذا العالم، يعني كأنه أنا حطيتكم بهالعالم حتى تكونوا أنتوا الملح، وحتى تكونوا أنتوا الخميرة، وتشتغلوا على السكت، وتخلوا روح الله هو يلي عم يشتغل بحياتكم، ومن خلال عيشكم ومن خلال مثالكم يلي أنتوا عم بتعيشوا بين الناس هيك كل شيء بيتغير. مشان هيك منشوف أنه المسيحيين الأوائل رغم الاضطهاد يلي كانوا عم بيعيشوه كان في حب بين بعضهم البعض، كانوا يتقاسموا كل شيء بين بعضهم البعض، كانوا يتقاسموا الخيرات الزمنية، لأنه كانوا بالنسبة لإلهم هالحياة هي عبور، فإذا كل شيء موجود معي خليني أتشاركه أنا وخيي. ورغم الاضطهاد يلي كانوا يعيشوه كان الله يزيد عدد الناجين. انطلاقا من هالمبدأ يسوع طلب من المسيحيين أنه يكونوا هن الخميرة، ما طلب منا نحن المسيحيين أنه ندوب بهالعالم وبدون ما نخمر العالم نحن نشرب من مية العالم ومن تفكير العالم ومن أذية العالم. اليوم المشكلة اللي صايرة فينا نحن المسيحيين أنه نحن دبنا بالعالم، دبنا بأفكار العالم، بهواجس العالم، صفينا ابتعدنا عن الأساس اللي هو يسوع المسيح وعن كلمة الرب وعن إنجيل الرب، وبدون ما نكون نحن الخميرة اللي بدها تخمر العالم خلينا العالم يخمرنا بالغلط، خلينا بدون ما نكون نحن حبة القمح اللي عم بتموت حتى تعطي ثمار، صفت حبة هالقمح هيدي عم توقع على حفة الطريق أو عم توقع بين الشوك أو عم توقع بمحل ما في رمل زيادة. مشان هيك نحن مضعضعين، مشان هيك نحن خيفانين، مشان هيك نحن ما بقى في حب عم يجمعنا بين بعضنا البعض، مشان هيك نحن التقسيم هو مسيطر على مجتمعنا، مسيطر على بيوتنا، مسيطر على الأماكن يلي نحن موجودين فيها. وهالمشاكل هيدي يلي نحن عم نعيشها السبب الوحيد والأساس إنه نحن بعدنا عن تعليم الرب، ومحل تعليم الرب حطينا أسس بشرية، افتكرنا إنه هيدي الأسس البشرية فيها الخلاص. حطينا السياسة، حطينا الأحزاب، حطينا التيارات، حطينا الأفكار البشرية يلي بتقول للإنسان إنك أنت موجود على هالأرض ومخلد على هالأرض مشان هيك تبعني. وهيدا الشيء كان موجود عند الرسل لما بلشت الناس، إذا بدكم ناس تروح مع أبولوس، ناس تروح مع بولس، بيجي مر بولس وبيقول لهم عم بسمع إنه في أشخاص منكم تركوا يسوع وتبعوا بشر. ناس مع أبولوس وناس مع بولس، ألعل المسيح قد انقسم؟
نعم اليوم المسيح مقسوم. المسيح مقسوم بأفكارنا، المسيح مقسوم بحياتنا، المسيح مقسوم بكنيستنا، المسيح مقسوم بمجتمعاتنا، المسيح مقسوم بعيالنا، المسيح مقسوم بكل محل نحن موجودين فيه. كل واحد عم بيشوف المسيح على طريقته، كل واحد عم بيشوف المسيح من خلال حزبه، كل واحد عم بيشوف المسيح من خلال التفكير يلي هو بده اياه، كل واحد عم بيشوف المسيح من خلال الصورة يلي هو عم يرسم المسيح على طريقته. إنما عم نترك المسيح الحقيقي، يسوع المحبة، يسوع المغفرة، يسوع يلي فتح إيديه كرمال كل الناس، يلي قالنا أنا طريق وأنا الحق وأنا الحياة. مشان هيك نحن بحالة خطر. هالخطر لولا كنا نحن موحدين قالنا كان روح الرب هو يلي بيحكي فيكن، ما تخافوا. بس نحن في خوف علينا لأنه فقدنا روح الله من حياتنا، ومحل روح الله معشعش روح العالم. ولما نحن بدنا نحكي بروح العالم بدنا ندافع مثل العالم، العالم يلي ما في حوار، العالم يلي في قتل، العالم يلي في صريخ، والعالم يلي في ضجة، والعالم يلي ما في محل لصوت الله. إنما حتى نكون نحن حقيقة الروح القدس اللي بده ينطق فينا، نحن بدنا نكون بحالة هدوء، بحالة هدوء داخلي. وحالة الهدوء الداخلي ما بتكون بالصريخ، ما بتكون بالعيط. لأنه إذا بنرجع أنا وياكم للعهد القديم نشوف إنه إيليا لما طلع على الجبل حتى يصلي للرب، وكان منتظر إشارة من الرب، بيقلنا الكتاب المقدس كان في زمهرير ولم يكن الله، كان في عواصف ولم يكن الله في العواصف، كان في برق ورعد ولم يكن الله في البرق والرعد، وكان نسيم عليل وكان الله في النسيم. ما حدا منا يفتكر إنه الله بيجي بالضجة، ما حدا منا بيفتكر إنه الله بيجي بالمسبات، ما حدا منا بيفتكر إنه الله بيجي بالصريخ، ما حدا منا بيفتكر إنه الله بيجي بالطريقة يلي نحنا عم نحاول إنه نبشر فيها بيسوع المسيح، إنه أنا اللي معي حق والإنسان الآخر هو اللي خاطي. ما حدا منا يفتكر إنه يسوع المسيح بيكون بالطريقة يلي نحنا عم نعيش مسيحيتنا. يسوع المسيح بيكون بالسكوت، يسوع المسيح بيكون بالصمت. مشان هيك كل القديسين لما كانوا بدهم يسمعوا صوت الله كانوا يطلعوا على الجبل او كانوا يروحوا على الصحراء بمكان الصمت، هونيك كانوا عم يسمعوا صوت الله عم بيقول لهم انا بحبكم، انا بدي اياكم تكونوا خميره وتكونوا ملح بالمجتمع يلي انتم موجودين فيه. بعرف انه انتم اقليه، بس انتم قادرين انه تكونوا الخميره، وانتم يلي عم بتشوفوني كمان قادرين انه تكونوا الخميره بالمجتمع يلي نحن عايشين فيه. وتأكدوا إنه يسوع عم بيقول لكم أنا بحبكم. حتى إنهي أنا وياكم خبري، بيخبروا عن هوني رجال بيروح بيشتري سيارة، سيارة جديدة، سيارة حلوة ومبسوط بسيارته، وعم بيغسل هالسيارة وعم بحف هالسيارة، وبيطلع على البيت وبيطلع على هالسيارة كتير حلوة، شغلة كتير حلوة. فهو وقاعد بالبيت بيطلع على الشباك بيشوف ابنه الصغير في معه مفتاح، وبقلب هالمفتاح عم بيشخبر على السيارة. بيفقد وعيه البي وبينزل في معه مطرقة حديد، بيصير يضرب ايده بلا يضرب ابنه بلا وعي، لدرجة انه قطش له اصبعه لابنه. واكيد بيجي البوليس وبياخذوا له الزلمه وبينقلوا الصبي على المستشفى. ولما بيروح الباي لعند المستشفى ابنه بيكون عم بيقول له بابا اي متى اصبعي بده يرجع ينمى من اول وجديد. بيتاثر الباي وهيك بتنزل الدمعه على عيونه وبيركض على السياره بده يكسر السياره. بيطلع وبيشوف انه بهالمفتاح يلي ابنه كان عم بيشحبر فيه على السيارة كان عم بيقول له بابا أنا بحبك، وكان رسم له قلب. وبتصور إنه الله بحياتنا عم بيشحبر على حياتنا وعم بيقول لي أنا بحبك، بس للأسف إنه أنا ما عم بسمع صوت الله. مشان هيك مرات كتيرة نحن بمطارق كتيرة موجودة بهالحياة عم نضرب الله على إيده، وعم نرجع نحاول إنه نقطش له إيده
ونقول له ما تتدخل بحياتنا، بس هو عم يسألنا السؤال أي متى أنا أصبعي رح بيرجع بفرغ من أول وجديد، وأي متى أنا رح تسمح لي أنه أرجع أدخل بحياتك من أول وجديد وأقول لك أنه أنا بحبك. بهالإيمان هيدا منكفي نحن قديسنا ومنتأكد من محبة الرب لإلنا رغم الضربات الكتيرة يلي نحن عم نعطيها. هو بعده إله المحبة، إله الرحمة، إله المجد للأبد. آمين. نؤمن بإله واحد.